والقزم على ظهر حصانه. علينا أن نركض بعيداً عن القزم. بحركات الباليه إنها مثل الركض. هيا نقوم بها، ساعدونا لنركض بعيداً عن الأمير القزم. هيا هيا نركض نركض. نحن نبتعد عن القزم، اركضوا بسرعة. نركض 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 نركض. ساعدتمونا في الهروب وعلمتمونا حركات باليه. هيا بنا نرقص نرقص. هيا بنا نرقص. هيا بنا نرقص. هيا بنا. شكرا على المساعدة، يمكنكم الجلوس الآن. And look، البوابة. الطائر الأحمر، شكراً على الحضور لإنقاذي. يبدو أننا سننجح بالخروج بسلام. أيها الطائر، لماذا حبستنا بالداخل؟ توقفوا، علينا أن نخرج من هنا. أحتاج لمساعدتكم لكي يطير ردائي علياً. ماذا نقول؟ Fly high. كشف الطائر هذه الخدعة. إذا كشف الخدعة سوف نسقط. كاترين، لقد هربت. لم أكن أتوقع أن أراك مجددا. ماذا يحدث هنا؟ هل تعرف هذا الطائر؟ نعم، إنها صديقتي المقربة. ذات مرة منذ زمن طويل لم نكن نغلق الطريق مثل الآن، كنا بشراً، وكاترين كانت شريكتي في الرقص وصديقتي المقربة. لكن في يوم أتى صانع خدع ولم يعجبه رقصنا ولا سعادتنا معاً، فحول كاترين إلى طائر وأخذها كسجينة، وحولني إلى قزم. وكان هناك طريقة لإبطال الخدعة، كانت أن أجد أحداً ما يود الرقص معي، لكن كلما رآني أحد يهرب بعيداً. لذا ظننت أنني سوف يمكنني الرقص إذا وعدت إحداهن بأن تصبح أميرة، لكن أيضاً لم تقبل أي من كن الرقص معي. Sorry your highness. أنت تظن أننا رفضنا الرقص معك لأنك قزم، وهذا غير صحيح. إنه فقط ليست كل فتاة تود أن تكون أميرة، خصوصاً لو كان الأمير قزماً. انظر، أنا أحب الرقص ولم أحظى بشريك رقص أبداً. حسناً، ما عدا جيروم وهو راقص بارع، وسأكون سعيدة بأن أرقص معك بالقاعة. حتى لو لم تصبحي أميرة، والآن إذا تحولت كاترين ستسعد بأن تكون أميرة. هذا جيد جداً، وقد تعلمت حركات رقص رائعة من صديقاتي. أيمكنهن المجيء؟ Of course، افتحوا البوابة. نقدم لكم الآن أمير القلعة وشريكته في الرقص. شكراً لكم. Thanks. Thanks a lot, my friends. نحن لدينا إعلان. لنشكركم على مساعدتنا، أنا والأمير سوف نحول القلعة إلى مدرسة لرقص الباليه، لذا يمكن للجميع أن يتعلموا الرقص. وأتمنى أن تمكثوا وتتعلموا الرقص وتعلموه. سأحب ذلك. جيروم، لقد ساعدنا على كشف الخدعة وأعدنا الأميرة والأميرة معاً مجدداً. هناك الكثير من الآلات تصنع أجمل الأصوات، البانجو والجيتارات،
وتر مقطوع، وجيتاري أيضا قديم لكنه قريب لقلبي. My guitar يصنع صوتا جميلا. My guitar يعزف أجمل الألحان. ربما فقد بريقا وأصبح قديما. My guitar أحبه لأنه ملكي. My guitar أحبه لأنه ملكي. ماذا يحدث؟ يا انظروا، هذا السنجاب يعزف على الفرع وصوته مثل الفلوت. وهذه الشجرة لها أوراق تشبه التامبورين. أين نحن؟ مرحبا في عرض الموسيقى، حيث كل صوت جزء من أغنية. مرحبا في عرض الموسيقى، الجميع يعزف هنا ونعزف أيضا معا، والجميع هنا يعزف الموسيقى. ها! عرض الموسيقى، هنا تعزف الفاكهات. نحن نحب عزف الموسيقى، نحن نحب العزف. ياه! الثيران تعزف الأبواق، السناجب تعزف الفلوت، ونعزف أيضا معا، والجميع هنا يعزف الموسيقى. ها! عرض الموسيقى، مرحبا في عرض الموسيقى، مرحبا في عرض الموسيقى. ها! أنا شاحنة الاستبعاد، آخذ جميع الآلات المكسورة بعيدا، هذا عملي. I take them away. Instruments. من الممكن إصلاحك، وشاحنة الاستبعاد لن تأخذك بعيدا. الوحيدة التي ستساعدنا هي ماما ميوزيك. ماما ميوزيك تصلح الكمان، الطبل، الفلوت، التشيلو، المراكز، وأيضا العود. ياه، ماما ميوزيك رائعة. هذا صحيح، إنها تصلح كل الآلات في أرض الموسيقى وتعتني بنا جدا. انظروا، إنها ماما ميوزيك. هذا لن يستغرق وقتا، إن هذه حقا آلة رائعة. What a beautiful guitar. Thank you, I'm Dora. وهذان بابلو وإيما. هلو دورا، بابلو، إيما، يبدو أنك تحبين آلتك جداً، ويبدو أنك تعتنين بها جداً. كيف تعتقد أنك يمكنك أخذها بعيداً؟ اعزفي. هذا رائع يا دورا، أنت تعزفين ببراعة. رينج دينج دينج. مهلاً، أنا عندي فكرة. Hold on. يا شاحنة الاستبعاد، يا شاحنة الاستبعاد. نعم. تحب التقاط الآلات المكسورة، صحيح؟ صحيح، هذا عملي. وأنت تحبين إصلاحها، إذن ما رأيك من الآن تبحث عن الآلات المكسورة وتحضرها إلى ماما ميوزيك لتصلحها؟ إنها فكرة رائعة يا دورا. وبدلاً من اسم شاحنة الاستبعاد، يمكننا أن نسميك شاحنة الإنقاذ. شاحنة الإنقاذ. أحببت هذا الاسم. المفاتيح المكسورة سأصلحها، أو إذا كانت مفاتيحك عالقة، بلمسة من يدي أصلح كل شيء في أرض الموسيقى. هنا لذا هيا تعالوا وشاهدوني، وأنا أصلح كل الآلات. هيا نغني معا، هيا بنا نغني. غنوا. More music, more music. الطائر دوما يغني نغمات لكل شيء، لحنا لكل الأشياء التي يجلبها. ليتني أغني مثلها، موسيقاها حرة أعيش حياتي.
سأغني كل شيء لو كنت طائرا. نا 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 نا. What happened؟ ما الذي أفعله بالأسفل؟ هل هذه أنت يا إيما؟ نعم، إنه أنا يا بابلو. ياه، انظر، أستطيع الطيران، هذا رائع. رائع؟ لكن يا إيما، أنت طائر. والطائر في جسم إيما. نعم. ياه، إيما والطائر قد بدل مكانيهما. ظننت أنها مجرد قصة خرافية. ما هي؟ My grandmother روت لي قصة عن طائر يتبادل الأماكن معك عندما تغنيان سويا. ياه، أعتقد أنني سمعت تلك القصة أيضا. ياه، هذا غريب جدا. أنا أعرف. المعذرة، أتحتوي القصة على جزء يرجع فيه الإنسان والطائر مكانهما؟ دعيني أفكر. أوه، لقد تذكرت. بالطبع، هناك بالطبع طريقة لكي يرجع. كيف؟ كل ما عليكما هو أن تغني مجدداً. هذا يعالج التعويذة ويمكنكما العودة. ياه، هذا يبدو سهلاً كفاية. هذا الطيران رائع جداً، ولكن علي أن أعود إلى نفسي مجدداً. Come my dear، لنغني سوياً. نا 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 نا. إنها لا تغني معك يا إيما. أنا أعرف. نا 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 نا. لماذا لا تغني؟ أنا لا أعرف، ولكن علينا أن نعرف. أولاً علينا أن ننزل إيما. أنا أقصد الطائرة الموجودة بجسم إيما عن الشجرة. انزلي إلى هنا يا إيما. تذكر يا بابلو، إنها ليست إيما الحقيقية، إنها الطائر الذي يبدو مثل إيما. أنا إيما. أوه، حسناً. هيا نناديها بالإنجليزية. لكي نطلب منها أن تنزل، علينا أن نقول Come, please. هل يمكنكم قول Come, please؟ رائع. قولوا Come, please. Come, please. أعلى. Come, please. واو، طائر جيد. أتمنى أن أعود أنا إذا غنينا معا حتى نعود كما كنا. نا 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 نا. إنها أنا، لقد عدت، لقد عدت. كيف تشعرين يا إيما؟ بخير، بخير جداً، لكن سأفتقد حقاً كوني أستطيع الطيران. ليس عليك أن تفتقديه، ربما بحقيبة ظهري شيء يستطيع أن يجعلنا نطير. قولوا حقيبة الظهر. أعلى. حقيبة الظهر، حقيبة الظهر. وأنا بعد. دورا تبحث عن طريقة لكي تطير. أوه، دعني أساعد، أنا أعرف كل شيء عن الطيران. ماذا عن هذه؟ حسناً، الدراجات وسيلة رائعة للسفر يا باد، ولكنها تبقى على الأرض. هل ترون شيئاً تستطيع به دورا وإيما الطيران؟ نعم، الطائرة الشراعية. أوه نعم، بحث ذكي. هل أنت جاهزة للطيران يا إيما؟ Ready؟ Yes, ready. One, two, three. Woohoo! الله! الكمان، إنه مفقود. وضعته في الحقيبة وتركتها هنا. إيما، انظري، يوجد غبار لامع في مكان الحقيبة. قد يقودنا الغبار إلى مكان الكمان. أوه،
أتمنى ذلك، لا أريد أن يفوتني الحفل. فلنتبع الغبار اللامع. Let's go. أين نحن؟ هيا نرى ما الذي يحدث. واو، الكثير من آلات الكمان لقزم واحد. إما، هل واحد منها كمانك؟ لا أرى كماني بأي مكان. إما، انظري هناك، هل هذا هو كمانك؟ نعم، إنه هو، هذا بالتأكيد كماني. آه، إنها لا تنفتح. انظري، لابد أن هناك قفلاً موسيقياً. يبدو أنها تعزف السلم الموسيقي. ربما يجب أن نغني السلم الموسيقي وعندها سينفتح القفل. إما، يمكنك ذلك، أنت تعرفين السلم الموسيقي. حسناً، سأحاول. دو ري مي فا صول لا سي دو. أما هذه هي، إنها نوتات السلم الموسيقي. غنوا معنا. دو ري مي فا صول لا سي دو. نجحنا. مارتي، ماذا يحدث؟ يحيط بنا الآن. ماي فايلن، حصل ماكسيمو على الكمان. دورا، أنا لدي فكرة. حسناً، سأجرب هذا. هذا صوت رائع، لكن صوت هذه سيكون أجمل. لم تصدر صوتاً أفضل من الآلات التي صنعتها. يجب أن تتوقف، إنه يعزف بعنف وقد يكسرها. يمكنني مساعدته لو استمع إلي فقط. بسرعة، يجب أن نجعل ماكسيمو يتوقف ويستمع. قولوا Stop and listen. Stop and listen. لا يمكنه سماعنا. قولوا أعلى Stop and listen. ماكسيمو، صنعت كماناً رائعاً، الكثير من الكمان الرائعة. هذه هي براعة الأقزام. كلما أصنع كماناً جديداً يصدر صوتاً سيئاً، لذا أصنع واحداً جديداً. لكن ماكسيمو، تعلم عزف الآلات يحتاج إلى وقت وتدريب. تدريب؟ يس، ماكسيمو، لتصبح رائعاً في شيء ما، سواء كان آلة أو رياضة أو حرفة، تحتاج إلى صبر كبير وتدريب وتدريب وتدريب. لكنني أريد العزف الآن. إذا أعطيتني هذا الكمان يمكنني أن أعلمك عزف مقطوعة للمبتدئين. هذا جيد. الآن يا ماكسيمو فلتتبعني، هل يمكنك عزف ذلك؟ جيد، الآن أعزف هذا. أنا أعزف والصوت يبدو رائعاً. وإذا استمريت في التدريب ستصبح أفضل وأفضل. جميع العزف. ميسس جوليا، سويت هارت، أنا فخورة بك يا إما. شكرا يا معلمتي. ولم يصدر الكمان أبرع مما سمعت. سيرقص الآن الجميع بمدينتها، فلنعطيهم فرصة ليرقصوا. فليرقصوا الآن ويحتفلوا، يمكنهم الرقص بأي وقت، أي وقت، يمكنهم الرقص بأي وقت، أي وقت.
بابلو يلعب الكرة، أحرز هدفاً الآن. هو يحتفل برقصه ويحرك جسمه. وعندما سمع الموسيقى بدأ بابلو في الرقص. قال الحكم: عذراً لا يمكن، لا رقص بمدينتنا. لا، سيرقص الآن الجميع بمدينتها، فلنعطيهم فرصة ليرقصوا. فيرقصوا الآن ويحتفلوا، يمكنهم الرقص بأي وقت، أي وقت، يمكنهم الرقص بأي وقت، أي وقت. لا أصدق أن الحكم فعل ذلك. اعتقدت أنك لا تحب الرقص يا بابلو. نعم، لكن بعد هدف كهذا عليك أن ترقص، صحيح؟ أقصد هيا. أنت رائع حقا يا بابلو. يا هذه أكبر ساحة رقص رأيتها في حياتي. انظر أثر أقدام. هيا بنا. ماذا؟ معذرة، إذا تتبعتم أثار الأقدام فسوف ترقصون. حسناً، وقد أمر العمدة بمنع الرقص في مدينتنا. You cannot dance. علينا أن نعبر ساحة الرقص لنصل إلى مجلس المدينة ولنخبر والدها أن كل الناس يجب أن ترقص. المعذرة، الأوامر هي الأوامر. أنا لدي فكرة، هيا بنا اتبعوني، سنركل الكرة حتى نصل إلى ساحة الرقص وبهذا لن نرقص. حسناً. Alright. لفوا واركلوا. ياه. لفوا واركلوا. ياه. سنلعب الكرة على الإيقاع. لفوا واركلوا. ياه. سنلعب الكرة على الإيقاع. لفوا واركلوا. ياه. لا نرقص نحن، لا نرقص. لفوا واركلوا. ياه. لن يمنعنا أحد الآن. هيا. اتبعوا الإيقاع، اتبعوا الإيقاع. واو. نرقصوا ونلعب الكرة. اتبعوا الإيقاع، اتبعوا الإيقاع. واو. العبوها على الإيقاع. بالأقدام، بالأقدام. واو. اركلوا الكرة هكذا. بالأقدام، بالأقدام. واو. العبوها على الإيقاعات. Playing and dancing. نحن نرقص الآن. نحن لا نرقص الآن. نحن لا نرقص. نحن لا نرقص. نحن لا نرقص الآن. بالأقدام، بالأقدام. واو. نرقصوا ونلعب الكرة. بالأقدام، بالأقدام. واو. سوف نرقص على الإيقاعات. لفوا واركلوا. يا. لفوا واركلوا. يا. لفوا واركلوا. يا. لفوا واركلوا. يا. نجحنا في عبور ساحة الرقص بدون أن نرقص. شكرا للمساعدة، فكرة رائعة حقا. شكرا. لنذهب ونخبر والدة سيليا بأن كل السكان في المدينة من حقهم الرقص. يا أبي اسمعني وافهمني، أريد الرقص، يمكنني هذا الآن. أعرف أنك تخاف علي، وإن شاهدت حركاتي لن تخاف علي أبدا. لقد تعلمت منهم كيف أتحرك، لقد تدربت معهم حقا. لابد أن تعرف الآن يا أبي، إن لسكان مدينتنا الحق في الرقص. يا سيليا أخاف عليك، أتذكرين عندما وقعت؟ سأحترس، أنا أعد. بالفعل يا أبي أحب الرقص. علينا أن نرقص، أن نتحرك على الإيقاع. علينا أن نرقص مع أصدقائنا، نرقص سنعلمهم الرقص. وبكل أمان، وإذا جربت الآن فسوف تقرر، إن لسكان المدينة الحق في الرقص. هيا الآن. فانتاستيك. هيا بنا لنصلح الساعات الآن. نحن نريد العزف، هيا نحضر المفتاح. هيا بنا لنصلح الساعات. نحن نريد العزف، هيا نحضر المفتاح. هيا نسرع، كل شيء ليس بخير. ساعة الديكي أيضا لا تعمل. لننقذ الحيوانات ماذا نفعل؟ نقلد الديك الآن ليستيقظوا. قلدوا الديك معنا.
تعالى هيا قلدوا. استيقظت الحيوانات. أوه أوه هيا بنا لنصلح الساعة. نحن نريد العزف. هيا نحضر المفتاح. يريد الراقصون الدخول. انتظروا كثيرا. إن الساعات هنا متوقفة. ما العمل؟ يمكننا المساعدة بالغناء. هيا نقول كالجرس دينج دينج دينج. قولوا دينج دينج دينج. أعلى دينج دينج دينج. دخل الراقصون الآن. أوه أوه هيا بنا لنصلح الساعة. نحن نريد العزف. هيا نحضر المفتاح. هل ترون الكوكو؟ نعم إنها باتجاه هذا الشلال. يجب علينا أن نوقفها. لا تفعلوا هذا. انتظر. لا تفعل. انتظر. لا يسمعاننا. ساعدونا لننادي عليها لكي ندعوها للعزف معنا في حفل الحديقة. قولوا كوكو 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 كوكو. أعلى كوكو كوكو. نعم يا صديقي من فضلكما لا تلقي المفتاح. نريد أن ندعوكم للغناء معنا في الحفل الموسيقي. ويمكنكما أن تغني معنا. حقا يمكننا الغناء مع حيوانات ساعة الحديقة؟ نعم حسناً شيء رائع جداً. أوه لا كل الزوار يرحلون. الحيوانات كلها تشعر بالإحباط. علينا أن نعيد المفتاح مجدداً للساعة لكي نبدأ الحفل. هيا يا دورا عيديه بليز. إنه صعب جداً. كوكو لا تفزع، هي تعرف ماذا ستفعل. أحتاج إلى مساعدتكم لكي أدير المفتاح. حركوا المفتاح معي. ضعوا أيديكم هكذا وحركوا المفتاح. حركوا حركوا حركوا. ساعة الحديقة أصبحت تعمل. وزوار الحديقة يعودون الآن. والحيوانات أصبحت متحمسة. يمكننا عزف أغنيتنا. فليستعد الجميع. وأنتما يا كوكو سوف تعزفون معنا. شور فريند. نحن متحمسون للعزف معكم. يوهو حان وقت أغنية ساعة حديقة الحيوانات. ريدي. عدوا تنازليا معنا. نبدأ بخمسة. خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. أهلا بكم معنا. تيك تاك تيك تاك. أهلا بكم معنا. هيا نسمع أصوات الكوكو الآن. هيا انضموا إلينا الآن لكي نغني معا. غنوا معنا هيا. هيا نستمتع معا. هيا نغني بكل شكل لكي نستمتع بالوقت. صوت عال كوكو كوكو. أو خفيف كوكو كوكو. بسرعة كوكو كوكو كوكو. وببطء كوكو. هيا غنوا كما تحبون. كوكو 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 كوكو. تيك تاك تيك تيك تاك. أهلا بكم معنا. تيك تاك تيك تيك تاك. أهلا بكم معنا. نبحث عن الموسيقى لكي نعزف جميعا. فلنبحث عن نديفة لكي نأخذ عصاها. لكي نعيد الموسيقى إلى أرض الأوبرا الآن. ولكي نعزف أغنيتنا الآن. نبحث عن الموسيقى. نبحث في كل مكان. فلنبحث عن نديفة لكي نعيد الموسيقى. هيا بنا نعيدها إلى كل الآلات. ولنحصل على أغنيتنا. نبحث عن الموسيقى. الموسيقى الموسيقى. نبحث عن الموسيقى. علينا أن
نذهب إلى الجبل. كيف يمكننا فعل ذلك؟ نطير؟ نعم، إن صواري يمكنه المساعدة. انظروا إلى جميع الرموز، أيها يمكنه الطيران؟ صحيح، الطائر. لكي نجعل الطائر يكبر قولوا grow bird. All aboard, friends. Let's go, bird. إنها لا ترانا. علينا أن نحصل على العصا. لا يمكننا ذلك ما دامت هي بالأعلى. لكن كيف يمكننا أن ننزلها؟ أنا أعرف، أنا سوف أناديها سيدة لاديفا. سيدة لاديفا. بابلو، الأجراس. لا، هذا جيد. عندما ترن الأجراس تقترب سحابة لاديفا أكثر. هل ستساعدوننا في عزف الأجراس؟ رائع، ضعوا أيديكم أمامكم، أمسكوا الأجراس و هزوا الأجراس هكذا، هزوا الأجراس، هزوا الأجراس هكذا، هزوا الأجراس. أنا أرى الكمان الآن، خذي الموسيقى الآن واعطيها لي. يجب أن نحصل على عصا لاديفا لنعيد الموسيقى. العصا تأتي إليكم، أمسكوها، 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 أمسكوها. حركوا العصا الآن وقولوا نريد الموسيقى. نريد الموسيقى. مجددا، نريد الموسيقى. نريد الموسيقى. نجحتم. انظروا، الموسيقى تعود مجددا إلى آلة الأشخاص. لقد هزمتموني. كيف سيسمع الناس صوتي وكل هذه الآلات تعزف؟ يا سيدة لاديفا، الآلات ستجعل غناؤك أفضل. اسمعي هكذا. هناك صوت يغني بداخلي، هو مثل الحجر الذي يلقى بالماء. إنه يحركني وبعدها يصبح صوتاني يغنيان سويا نسمعهما. وإذا انضم صوت آخر، سيجعل هذا جدتي سعيدة. بليز. وإذا انضم صوت آخر الآن، والآن بطولة الألعاب للوزن الخفيف بدأت رسمياً. هيا بنا الآن، ضعوا أيديكم واهتفوا. ريدي يا ريدي يا ريدي يا ريدي يا